الصيت العمراني في مصر، وليه عدة دراسات وأبحاث في مجال البيئة. إحنا طبعا نشرنا ملخص للسيرة الذاتية للدكتور محمود على الصفحة برضو عشان ما نعطلوش، وبنستأذن الدكتور محمود إن يكون العرض من ساعة لساعة إلا ربع، بحيث الأسئلة أو المناقشة بين حضراتكم، وأي أسئلة يا ريت خلال العرض تكتبوها لنا في الشات وإحنا بنسجلها وهنتناقش فيها برضو معاكم ومع الدكتور محمود بعد ما ينتهي. فاتفضل حضرتك يا دكتور، مشكورا إنك تبدأ معنا العرض. يا دكتور محمود حضرتك سامعني؟ يخليه يشغل الصوت من عنده. دكتور محمود شكرا جزيلا دكتور أمان عبد العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة الكرام. سعيد جدا أنا متواجد مع حضراتكم، بقدم خالص الشكر والتقدير إلى أكاديمية إثراء المعرفة بالشبكة السويدية العراقية والمنتدى العالمي للبيئة وتغير المناخ على إتاحة الفرصة أن أكون متواجد مع حضراتكم لعرض محاضرة مهمة جدا عن تقييم الأثر البيئي للمشروعات التنموية من حيث المفهوم والمنهجية والأساليب. إن شاء الله هنعرضها من خلال عدة محاور رئيسية مع حضراتكم. في البداية العرض هيتكون من نظرة تاريخية عن التقييم البيئي وعن أساليب دراسة تقييم الأثر البيئي ومنهجية دراسة تقييم الأثر البيئي وتصنيف المشروعات تبعاً لأثرها البيئي والمحاور الرئيسية لدراسة تقييم الأثر البيئي وأخيراً الخطوات الأساسية لعملية تقييم الأثر البيئي. في البداية تمهيد بسيط، البيئة هي الإطار أو الحيز اللي الإنسان بيعيش فيه ويتعايش مع الكائنات الأخرى، وهي كل ما تحتويه هذه الأوساط من نبات وحيوان وجماد ومن طاقة ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية، وتتألف الأغلفة الأرضية عموما من الغلاف الصخري والغلاف المائي والغلاف الغازي اللي بيجتمعوا مع بعض وبيشكلوا الغلاف الحيوي اللي بيعيش عليه الإنسان وجميع الكائنات الحية. جميع الأديان السماوية حثت على صون البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة. في آيات كثيرة في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ده أمر صريح إن احنا نعيش ونتعايش مع النظام البيئي ومع الكائنات الطبيعية الحية، الكائنات في النظام المتكامل دون الإضرار بها والحفاظ عليها. أي تدخل سلبي للإنسان بيأثر على النظام البيئي ويتأثر الإنسان مباشرة بهذا. مفهوم كلمة نظام بيئي ببساطة هي وحدة بيئية متكاملة بتتكون من كائنات حية منتجة ومستهلكة وغير حية بتتفاعل مع بعضها البعض في نظام بيئي متوازن، بتقدم خدمات بيئية للإنسان، خدمات إيكولوجية بيستمد منها الإنسان غذائه وكسائه وملبسه، وبيقدر إن هو يعيش ويتعايش في الوسط البيئي. طيب إيه اللي بيحدث لتلوث البيئة؟ بتتلوث البيئة عند فقدان مكوناتها الطبيعية اللي هي الفيزيائية أو تغير في تركيبها الكيميائي أو البيولوجي، وده بيكون ناتج عن إضافة مادة خارجية لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وبيسبب أضرار صحية عامة بالبيئة والأحياء والموارد الطبيعية اللي موجودة، وبتأثر طبعاً على رفاهية الإنسان ذاته. السبب هو إدخال الملوثات دي اللي هي بتكون عبارة عن مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو أدخنة أو روائح أو حتى ضوضاء أو إشعاع، تلوث إشعاعي أو حراري أو اهتزازات، كلها بتأثر في النظام البيئي. وده بيدينا مصطلح جديد اللي هو صحة البيئة اللي ظهر مؤخر. المقصود بها هي سلامة كل ما يحيط بالإنسان من الأوساط البيئية الرئيسية اللي هي المية والهواء والتربة والغذاء، وخلوها من الأمراض أو الأسباب اللي قد تنتج عنها أثار سلبية لصحة الإنسان. طيب مفهوم تقييم الأثر البيئي ظهر مؤخراً وكتير جداً بيسمعون، إيه هو تقييم الأثر البيئي؟ تقييم الأثر البيئي هو تحليل منظم للآثار البيئية لأي مشروع الإنسان بصدد إنشاؤه، بيهدف لتقليل الآثار السلبية التي قد تنتج عن هذا المشروع وتعظيم المؤشرات الإيجابية. أنا عندي مجموعة من المشروعات اللي أنا بصدد إنشائها، مصانع، مطارات، مخططات للطاقة، محطات لتحلية المياه وغيرها. ده طبعا لها آثار إيجابية كبيرة جدا للإنسان على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى البيئي، على المستوى الصحي، ولكن مؤكد قد ينتج عنها بعض الآثار السلبية.
الهدف من دراسات تقييم الأثر البيئي هي تعظيم الاستفادة من هذه المشروعات المفيدة للإنسان ولحياته وتقليل الآثار السلبية التي قد تنتج عنها. بالتالي تكون عملية التقييم البيئي عملية منظمة الهدف منها الكشف عن الآثار الضارة وتعظيم الآثار الإيجابية بهدف حماية البيئة والمشروعات المائية واستدامة هذه المشروعات بما يتوافق مع المقاييس والمعايير المعمول بها عالميا أو حسب احتياجات كل دولة خاصة. طيب احنا هنتكلم عن أول نقطة مهمة اللي هي نظرة تاريخية للتقييم الأثر البيئي. متى ظهر تقييم الأثر البيئي؟ هنتكلم في البداية عن العلاقة بين الإنسان والبيئة. العلاقة بين الإنسان والبيئة تباينت بصورة كبيرة جدا. كان منذ خلقة الإنسان السيادة للبيئة، البيئة هي التي كانت توجه الإنسان في مأكله ومشربه وحياته اليومية، عاش على الجمع والالتقاط. ثم تطورت العلاقة بعد استقرار الإنسان واستوطانه لمناطق ضفاف الأنهار، وبدأ يستغل مياه الأنهار وينظم مرورها وينشئ السدود ويكون الحضارات، وظهر كثير من الحضارات الموجودة زي الحضارة الفرعونية، وبدأ إن هو يتعايش مع البيئة ولم يحدث خلل بالبيئة بل كان يحافظ على البيئة. أكبر مرحلة تأثرت البيئة بتدخل السلبي للإنسان فيها هي مرحلة الثورة الصناعية، اللي كان من مظاهرها أن الإنسان اعتمد على فحم الكوك ولوث البيئة بصورة كبيرة جدا، واستخدم بعض التكنولوجيا اللي مكنته من تحويل بعض الموارد الطبيعية إلى سلع متنوعة ومفيدة اعتمد عليها زي أشجار الغابات والمنتجات الزراعية زي القطن والثروة الحيوانية. صاحب ذلك إفرازات كثيرة جدا وظهور النفايات الغريبة عن المكونات الطبيعية للبيئة والغازات الصناعية والمبيدات الكيميائية، كلها شكلت عجز عن للبيئة في استيعابها في الدورات الطبيعية، وأدى إلى ظهور مخاطر بيئية حقيقية أثرت على الإنسان ذاته. فبدأ ظهور تقييم الأثر البيئي. كان أول من تنبأ به كانت الكاتبة راشيل كارزون في كتابها الربيع الصامت سنة 1962، اللي وجهت الأخطار الناتجة عن الثورة الصناعية. في سنة 69 الولايات المتحدة وضعت بعض القوانين اللي عرفت بالسياسة الوطنية الأمريكية واللي أرصت فيها أسس تقييم الأثر البيئي. سنة 75 انتشرت فكرة تقييم الأثر البيئي في كثير من الدول الصناعية زي أستراليا وكندا ونيوزيلندا، وبدأت إن هي تعتمد في إجراء دراسات على تقييم الأثر البيئي لصون الموارد الطبيعية. بعد عام 1990 وضع التقييم البيئي الاستراتيجي كوسيلة للوصول إلى التنمية المستدامة. يعني بعد 1990 ارتبطت دراسات تقييم الأثر البيئي بمفهوم التنمية المستدامة بصورة كبيرة جدا. وأنا شايف أن تقييم الأثر البيئي والتنمية المستدامة وجهان لعملة واحدة. التنمية المستدامة الهدف منها هو التعظيم لاستغلال الموارد الطبيعية مع الوضع في الاعتبار حق الأجيال القادمة في هذه الموارد الطبيعية. طب تمام ممتاز، طب أنا حافظ على الموارد الطبيعية ديت وهعظمها وهضع في الحسبان حق الأجيال القادمة، يبقى أنا هقلل من السلبيات التي قد تنتج عن موضوع المنشآت الصناعية الضارة الكبيرة زي البتروكيماويات، زي إنشاء مدن جديدة، زي إنشاء محطات للطاقة وغيرها، مصانع الأسمنت وغيرها. سنة 1915 اعتمدت كثير جدا من دول العالم على خطة التنمية المستدامة، 17 هدف رئيسي اللي دخل اتفاق باريس بشأن تغير المناخ في حيز التنفيذ في المرحلة دي بالهدف التقليل من ارتفاع درجات الحرارة اللي أثرت وسببت تغير مناخي كبير جدا، وتأثرت كثير جدا من دول العالم التي ليس لها ناقة أو جمل في موضوع التغيرات المناخية. كثير جدا من الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية ليست عامل رئيسي ولا مسبب في موضوع إحداث التغيرات المناخية والمشكلات البيئية. ال 17 هدف الرئيسي اللي كثير جدا من دول العالم أرصت استراتيجية واضحة لها اللي هي رؤية خاصة بها 2030، زي المملكة رؤية المملكة مثلا 2030 وكثير من دول العالم ومصر وغيرها، أهدافها الرئيسية إن أحقق التنمية المستدامة من خلال مجموعة من الاحتياجات الاجتماعية زي التعليم والصحة وفرص العمل، توفير فرص عمل،
مع معالجة تغير المناخ وصون وحماية البيئة. يبقى الهدف الرئيس من إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي إن أنا أنشئ وأعمل حركة تنمية واسعة كبيرة جدا، ولكن أضع في الاعتبار إن أقلل من المخاطر التي قد تصاحب عملية التنمية. الجزء الثاني من المحاضرة هنتكلم عن أساليب دراسات تقييم الأثر البيئي. هي مجموعة أساليب كتيرة جدا، منها أساليب قديمة لا يتم استخدامها الآن بس أنا حبيت أنوه لها وأشير لها، وفي أساليب حالية هنشير لها بصورة أوضح. يعني الأساليب من أهمها على سبيل المثال الطريقة العشوائية، وده بتتم عن طريق وصف بسيط لتأثير المشروع التنموي اللي بصدد إنشاؤه وتحديد العلاقة بين السبب والأثر بدون تحديد وزن لهذا الأثر. يعني ببساطة أنا بنزل الفيلد وببدأ أن أنا أعمل تصور عن الأحداث اللي ممكن تنتج عن إنشاء مصنع مثلا، وليكن مصنع للأسمنت، فبقول في المنطقة ديت هيلوث البيئة مثلا كغازات كنفايات صلبة، طيب ده السبب، طب الأثر اللي هيتركه هيترك أثر كذا، طب إزاي أن أنا أقلل من هذا الأثر وأعمل تصور مبدئي. عيوب الطريقة لا تغطي كافة الأثار البيئية المحتملة، وفي قصور في المطابقة حيث تقاس بالمعايير المختلفة. الطريقة الثانية اللي هي تشيك ليست، اللي هي طريقة القوائم، هي عبارة عن قوائم بتشمل العناصر الطبيعية العناصر البيئية المتاحة عندي، وبتبرز مدى تأثرها بالخطر الناتج عن التلوث أو سوء استغلال الموارد الطبيعية. ممثلة ولا الأمور تمام؟ تمام يا دكتور، تمام، كمل حضرتك. اه تمام، تمام يا دكتور. بس هو في صدى صوت يعني، بس تمام. طب ده جدول، ده جدول بيوضح لنا طريقة القوائم تشيك ليست، وبيشمل كالتالي: عناصر البيئة الطبيعية زي المية زي التربة زي المنظر الطبيعي المناخ الجيومورفولوجيا، والنشاط الصناعي اللي أنا هستخدمه إيه اللي هينتج عنه، هينتج عنه مخلفات سائلة صلبة غازات وأدخنة أتربة ومواد عالقة وروائح كريهة واستنزاف للمياه وغيرها. أنا بنزل في الفيلد وبعمل تصور قدامي كده إن المخلفات السائلة هتتسبب بصورة مثلا سلبية شديدة جدا، آثار سلبية شديدة جدا، وببدأ إن أنا أبرز النقطة دي. طيب التربة هتتأثر بصورة سلبية شديدة، طيب الإزعاج لا مش هيتأثر لا يوجد أثر ليها، وهكذا. في نهاية المصفوفة بيبقى عندي تصور كامل هل المشروع في نهاية المصفوفة بيكون عندي تصور واضح جدا هل المشروع آثاره الإيجابية كبيرة وآثاره السلبية بسيطة، وأبدأ أعمل المصفوفة وأتخذ القرار. الطريقة الثالثة اللي هي الطريقة المباشرة وتتسم بسهولتها، وهي بتحدد العناصر البيئية اللي هي يمكن أن تتأثر بالتدخل، وأحضر الآثار وأبرز الآثار البيئية المحتملة على تلك العناصر. بتبقى واضحة في الجدول اللي قدامنا ده، مثلا المكون البيئي اللي هو الحياة البرية، النبات الطبيعي، التربة، المياه السطحية، المياه الجوفية وغيرها. الأثر هنا قصير الأمد، طويل الأمد، وارتداد. من أهم المصفوفات ليلي بولد، اللي هي مصفوفة مهمة جدا جدا والكل اعتمد عليها، ومن أكثر الطرق الرائدة في عملية تقييم الأثر البيئي، وهي تعديل أو تطوير لطريقة القوائم. بتهدف اللي بصدد إنشائها وقياس قوتها وأهميتها، وبدي درجة هنا من 1 to 10 للقوة والتأثير، قوة الأثر وتأثيره في المصفوفة اللي هي قدامنا ديت. العناصر اللي هي بتبقى قدامي محددات عناصر المشروع، مرحلة إنشاء المشروع، مرحلة إمدادات المياه، التفريغ، التحميل والنقل، الصين. فأنا بشير نقطتين جدا، نقطة بدي قوة الأثر، والنقطة الثانية بقول أهمية
التدخل على العناصر البيئية، 1/10 أو 1/10. نفترض مثلا أن إحنا إدينا في نوعية الهواء في مرحلة الإنشاء 5/10 لقوة الأثر و5/10 للتدخل، أهمية التدخل على العناصر البيئية. بضرب الرقمين في بعض 5 × 5 = 25 واجمعها بعد كده على ناتج إمدادات المياه واجمعها على التفريغ، وبرضك بحط إذا كان الأثر ده إيجابي أو سلبي. يعني أنا بقيم من 1/10، إذا كان إيجابي بعمل بلس، إذا كان سلبي بعمل ماينس، عشان في النهاية أشوف الإجمالي أو المجموع. لو إداني بالإيجابي يبقى المشروع يعني مفيد، لو إداني بالسلبي يبقى المشروع ده للأسف. النقطة أو الدرجة الخامسة هي الخرائط المركبة، وإحنا كجغرافيين اعتمدنا عليها في مرحلة كبيرة جدا من حياتنا. هي عبارة عن طبقات إحنا بنعملها على ورق شفاف أو ورق بلاستيك، بنعمل لكل شريحة لكل مثلا طبقة معينة. زي مثلا هتكلم عن الهيدرولوجي بتاع المنطقة يبقى شبكة تصريف الأودية، هتكلم عن التربة يبقى هعمل شريحة تانية للتربة، هتكلم عن العمران يبقى أنا هعمل برضه شريحة عن العمران، وأجمع هذه الخرائط المركبة وأبدأ أخذ يعني صورة واقعية عن الوضع في الموقع اللي أنا بصدد إنشاء المشروع فيه. الطريقة دي اتلغت تماما مع بزوغ نجم الـ GIS وتقنيات نظم المعلومات الجغرافية. رقم 6 اللي هي الجيومعلوماتية. الجيومعلوماتية تعرف بأنها العلم اللي بيستخدم التكنولوجيا المتطورة في الاهتمام بالمعلومات المكانية، من حيث بيتم جمعها وتصنيفها وإعدادها وتخزينها ومعالجتها وتحويلها لخرائط ثم نشرها. طيب نفهم من كده أن هي بتجمع بين التحليل والنمذجة الجغرافية المكانية وتطوير قواعد البيانات الجغرافية وتصميم نظم المعلومات الجغرافية والتفاعل بين الإنسان والحاسوب وتقنيات الشبكات السلكية واللاسلكية. باختصار، الجيومعلوماتية هي علم كبير بيضم الجيوديسيا ونظم المعلومات الجغرافية والجي بي اس والريموت سينسنج الاستشعار عن بعد. طيب تقنية الجيومعلوماتية دي أثرت بصورة كبيرة جدا في إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي، وكانت داعم كبير لمتخذ القرار أنه هو يتخذ قرارات واضحة وصريحة للحد من المشكلات وعلاجها وتعظيم الإيجابيات. طيب أنا لو عايز أعمل أي مشروع، أي مشروع بصدد إنجازه، الحصول على خريطة واضحة مجمعة بتوضح التداخلات والتأثيرات المتبادلة بين العناصر البيئية اللي موجودة والمشروع، لتعطي فكرة واضحة لصنع القرار عن المنطقة. أنا حابب أن أنا أعمل مدينة سكنية جديدة وليكن مثلا مدينة العالمين، فبعمل منطقة الصحراوية، بدرس التربة، بدرس الجيولوجيا، بدرس المناخ، بدرس كل البيانات المتاحة قدامي، أقرب عمران، شبكة الطرق اللي موجود كلها، وأعملها في منظومة متكاملة وأبدأ على أساسه أعظم وأشوف أنا استفدت قد إيه من هذه التقنية في أخذ إجراءات واضحة وصريحة لصون حماية الموارد. ده خرج لي برضو لمفهوم جديد، مفهوم الحساسية البيئية. يعني إيه حساسية بيئية؟ الحساسية البيئية هي مدى مقدرة المواد الطبيعية زي فونا زي فلورا على تحمل أي ضرر قد ينتج عن مشاريع تنموية جديدة، سواء كانت يعني مؤثرات خارجية طبيعية أم بشرية. يعني تدخل اللي في البيئة الطبيعية طبيعي أم بشري، قد ينتج بعض الآثار السلبية بصورة طبيعية، فيضان جالي، سيل جالي، عاصفة رملية جات لي، فده كل ده مخاطر بيئية بتسبب الحساسية البيئية. ولكن أنا اللي يهمني هنا في الجزء ده أركز على التدخلات البشرية. طيب إزاي أنا بدرس الحساسية البيئية لمنطقة ما؟ الهدف من الحساسية البيئية، أنا لو بعمل مشروع كبير، مشروع تنموي كبير، مدينة مليونية، مدينة تتسع ل 10 مليون إنسان، طيب يبقى من الطبيعي ان المساحة كبيرة جدا اللي انا هنشئ عليها المدينة دي طبيعية كتيرة، هيكون فيها يعني نظم ايكولوجية مميزة. ازاي ان انا اتأكد ان المكان، المدينة الصناعية دي معروف ان هي هتلوث المكان،
هيصدر عنها مجموعة من المصانع الحديد والصلب الأسمنت أيا كان حضرها، هتسبب مشكلات كبيرة في جودة الهواء، في جودة التربة، في جودة المياه دي. هل هو موقع صح ولا موقع غلط؟ أنا ممكن من خلال دراسة الحساسية البيئية للمكان ده أتأكد إذا كان هذا الموقع شديد الحساسية البيئية أو غير شديد الحساسية البيئية، غير متأثر بالحساسية البيئية، أقدر إن أنا أنجز. أشوف أنا دلوقتي هو أنا رايح الوقت بتحرك صوب الخطر الجيومورفولوجي على سبيل المثال زحف كثبان رملية أو عواصف رملية أو ديزرتيفيكيشن بالنسبة لتملح التربة أو غيرها أو حاجات كتير، هل المكان صح في اختياره ولا مكان غلط؟ من خلال الحساسية البيئية للتصحر أقدر إن أنا أقيم قراري إذا كان هو قرار صح ولا قرار غلط. طب إزاي بيتم موضوع الحساسية البيئية؟ من خلال أربع مؤشرات رئيسية، وكل مؤشر رئيسي بيحتوي على مجموعة من المؤشرات الفرعية. أهم المؤشرات الرئيسية اللي هو مؤشر جودة التربة اللي بيضم المادة الأصلية التربة، نسيج التربة، عمقها، درجة الانحدار، الفتات الصخر، التصريف، ومؤشر جودة الغطاء النباتي، مؤشر جودة المناخ، ومؤشر جودة الإدارة. الأربع مؤشرات الرئيسية وما يحووه من مؤشرات فرعية بيأثروا بصورة كبيرة جدا جدا على تقييم الموقع اللي هنشئ فيه المشروع بتاعي، خاص مثلا للتوزيع الجغرافي على منطقة إقليم بحيرة قارون. من خلال الدراسة اتضح أن الجزء جنوبي من البديدة الحساسية مرضية مائية بالحساسية أو منخفضة التأثير أو متوسطة التأثير. أفهم من كده إن أنا لو أنا عايز أعمل مثلا مصنع زي مصنع أملاح أو مصنع بتاع تحلية مية أو أيا كان، أو اصطياد سمكي اللي هو مزارع سمكية أو غيرها، يبقى أنا أبعد تماما عن جزء شمالي لبحيرة قارون. ليه؟ لأنها مناطق شديدة الحساسية، هي منطقة قطراني هامة جيولوجي والحفريات الفقرية وغيرها، وهي فعلا منطقة مهمة جدا، يبقى لازم أنا أحافظ عليها وأصل. في حين أن الجزء الجنوبي هو في أصلا فعلا في بعض المزارع السمكية، هو في سكان عايشين، هو في مصارف صرف زراعي وغيرها، بس للأسف المنطقة دي شديدة الحساسية البيئية برضو. المفروض أن نعمل دراسات تقييم أثر البيئي وأقلل من الآثار السلبية التي قد تنتج عن هذه المشاريع. طيب هنتكلم عن الجزئية الثالثة من المحاضرة اللي هي منهجية دراسة تقييم الأثر البيئي. منهجية، يبقى أنا بتكلم على تشخيص الآثار البيئية، بتكلم على قياس الآثار وهنشوف بنقيس الآثار إزاي، وأفسر الآثار البيئية اللي موجودة عندي. هنبدأها خطوة خطوة. المشروع، لما أنا عايز أنشئ مشروع ما، فأنا بعمل دراسة تقييم أثر بيئي للمشروع قبل ما يبدأ. أنا بدرس الوضع الراهن، الوضع الحالي، بدرس جودة الهواء، بدرس جودة التربة، بدرس الضوضاء، بدرس جودة المية، بدرس كل حاجة بالتفصيل كدراسة أساس عشان أنا أعرضها على الهيئة المختصة أو المركز المختص أو الوزارة المختصة، وزارة البيئة. بعرض عليهم والله أنا بصدد إنشاء مصنع للسيراميك في المكان كذا، وده هعالجها بالأسلوب كذا، مخلفات خطرة، أنا متعاقد مع شركة للتخلص من المخلفات الخطرة. بالنسبة لجودة الهواء أنا مركب فلاتر على المداخل، بالنسبة لكذا كذا، وحاطط الإجراءات اللي هيتم على أساسها. فدراسة تقييم الأثر البيئي يا جماعة لازم أوضح نقطة مهمة جدا جدا. دراسة تقييم الأثر البيئي بتتم إما للحصول على موافقة إنشاء مشروع ده في الأول خالص، خلاص أنا خدت الموافقة، بعد سنة، بعد اتنين، بعد ثلاث سنين مطالب ان اعمل دراسه تقييم اثر بيئي عن الوضع الراهن او الوضع الحالي بعد ما تم تشغيل المشروع، واقول والله انا ملتزم، وان انا لو كان في بعض المشكلات خاصه بجوده الهواء او الميه او التربه او النفايات او غيرها
انا والله بعالجها بالصوره كذا، وتعالوا ارصدوا، وتعالوا كجهه مراقبه في وزاره البيئه بتيجي بالنسبه للجماعه اللي هم بيتتبعوا المشكلات البيئيه وبيتابعوا المشروعات التنمويه، مجموعه الرصد بيجوا بياخدوا قراءات وبياخدوا بعض الرصدات وبمحطات جوده هواء وغيرها، وياخدوا عينات ميه وعينات من التربه من المكان ومن البيئه المحيطه، ويشوفوا اذا كان في تاثير سلبي السلبي لهذا الموضوع. الضوضاء، تأثيرات حرارية، صرف المياه، ملوثات التربة، تأثيرات إشعاعية وتأثيرات أخرى. لو بدأنا بتلوث الهواء، مفهوم تلوث الهواء هو إضافة أي مواد أو عناصر في الهواء بشكل يمكن أن يؤثر على نوعية الحياة وصحة الإنسان. تلوث الهواء ده العامل البيئي الرئيسي في كثير من الوفيات الصدرية وغيرها. الكارثة البيئية الرئيسية هي قد يكون السبب الرئيسي في إنشاء دراسات تقييم الأثر البيئي، لأن هي كارثة عالمية، وأنت لما بيكون في تلوث هواء في منطقة بتأثر في مناطق كثيرة جدا بعيد عنها. أنا في يعني في دراسات إحنا شاركنا فيها في دول مشروع بيئي مسبب مشكلة بيئية في دولة وإحنا كدولة أخرى متأثرين بيها. فجودة الهواء، التأثيرات البيئية المحتملة والشائعة ليه اللي هو الغبار والأتربة وانتشار الروائح والدخان، انبعاث غازات، دي أخطر حاجة، أكاسيد الكربون والكبريت والنيتروجين وأبخرة وحرارة وضوضاء. دايما الضوضاء مرتبطة بجودة الهواء أو تلوث الهواء. طيب الأسئلة اللي بنسألها عن جودة الهواء، نوعية الهواء، هل سيؤدي النشاط اللي أنا هنجزه، مصنع البتروكيماويات على سبيل المثال، هيؤدي إلى انبعاث ملوثات تصل لدرجة الخطورة؟ هل سيؤدي النشاط لتدهور في نوعية الهواء؟ هل سيؤثر في تغييرات في تركيز المكونات الطبيعية للهواء، يكون مصدر خطورة؟ هيكون الغلاف الجوي في المنطقة اللي فيها المصنع دي غير قادر على استيعاب أو تحمل هذه التغيرات؟ لازم إن أنا أسأل نفسي هذه التساؤلات واكون جاهز باجوبه واضحه والمشكله الكبيره، والا هيتم رفض المشروع وده طبيعي. طيب ايه اللي بيحصل؟ احنا بناخد بعض القياسات لمجموعه من العناصر المهمه جدا اللي هي السي او اللي هو اول اكسيد الكربون، البي بي اللي هو الرصاص، اكسيد النيتروجين، بوينت اوف المواد الجنص، الاوزون وكبريتيت الهيدروجين. دي العناصر الرئيسيه اللي انا بجيب محطه رصد متنقله زي اللي قدامنا دي مثلا بترصدها خارج المنشاه، ومش اي مكان بحطها في المنشاه، لازم احطها في مصب الرياح، شوف اتجاه الرياح فين عشان تلقط لي جوده الهواء وتشوف اذا كان هو سليم ولا لا. المحطات دي بتكون في الجهه الرسميه المعتمده، بمعنى هنا مثلا في المملكه هيئه الارصاد وحمايه البيئه او المركز الوطني للالتزام البيئي حاليا هو المسؤول عن اجراء اصدار التراخيص البيئيه للمشاريع التنمويه وغيرها، وهو المسؤول عن مراقبه هذه المشاريع هل هي ملتزمه بيئيا ولا لا. فليها محطات متخصصه، المصنع نفسه مسؤول ان هو ياخد بعض الرصادات لجودة الهواء من بعض المراكز المعتمدة، يعني المركز معتمد لدى الهيئة نتائجه مختومة وواضحة، الهيئة بتوافق على هذا التقرير، إنما مش هو اللي بيروح يجيب رصادات من أجهزة بورتابل مثلا ويقول أنا والله رصدت كذا. لا، لازم يكون جهة مختصة ومعتمدة ومسجلة من قبل الهيئة عشان الهيئة توافق على هذه التقارير وهذه الإصدارات البيئية. برضو أنا يهمني في الجزء ده اللي هو الأجهزة البورتابل اللي بتقيس جودة الهواء داخل العمال اللي جوه المصانع، مؤكد بتأثروا بأي مشكلات في المصنع، ولازم يكون ده لازم يكون في نظارات خاصة في بعض المصانع اللي هي شديدة التلوث، لازم ان انا اوفر له الامان
الداخلي السلامة والصحة المهنية قيس جودة الهواء داخل هذه المنشآت الخاصة. النقطة الثانية الضوضاء، الضوضاء دائما مرتبطة بجودة الهواء. الضوضاء بيتم دراسة ضوضاء المجتمع في نطاق الهواء المحيط داخل الموقع، وهي الصوت المحيط تماما في حالة معينة وفي وقت معين، وعادة ما أنا أشوف المكان والضجيج هل هو بيؤثر على العمال المحليين داخل المنشأة ولا لا، هل هم بيأثروا على بعض المناطق السكنية، ممكن يكون في بعض المصانع في نطاق الحيز السكني هل بيأثر ولا لا. أنا بدرس الضوضاء لمنطقة معينة بدرسها في عدة مواقع على الطرق الرئيسية، المناطق الصناعية، في منطقة الخدمات زي المدارس، المنطقة السكنية وغيرها يعني. بيتم دراستها إما نهارا أو مساء أو ليلا، في بعض الرصادات برصد من خلالها، وفي بعض المعايير وضعها الجهات المسؤولة اللي بتأكد لي إذا كان في ضجيج شديد جدا بيأثر على السكان أو العاملين بالمناطق الصناعية، ولا الضجيج ده بسيط يعني يستطيع العامل إن هو يتحمله بصورة مبسطة. طيب أهم التساؤلات بالنسبة للضوضاء، هل سيترتب على نشاط ظهور ضجيج يفوق الحدود القصوى المسموح بها عالميا بالنسبة للإنسان؟ هل سيكون الضغيط من مستويات مختلفة غير معروفة في المنطقة؟ وهل سيؤثر على المناطق المجاورة إذا كان مناطق سكنية أو غيرها؟ وما هو تأثير هذا الضغيط امتداده والمسافة اللي ممكن هو يؤثر فيها؟ طيب النقطة الثانية المهمة في الأوساط البيئية بعد جودة الهواء هي جودة المياه. تلوث المياه بيتم من خلال إدخال أي مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بينتج عنها ضرر بالموارد الحية وغير الحية، وبيهدد صحة الإنسان ويفسد الخواص الطبيعية للمياه ويعيق الأنشطة المائية بما فيها الصيد والنشاط الترفيهي وغيرها. أنا بقصد هنا بالمية، بقصد هنا الأنهار، بقصد هنا البحيرات، بقصد هنا شبكات تصريف الأودية الجافة وقت السيول، بقصد هنا المناطق الساحلية وغيرها. للأسف للأسف الشديد بيتم تلويثها كبيرة مية. تحليق المية اللي بيتم ان بتصرف للأسف كميات كبيرة جدا من رجيع المية او الأملاح اللي هي بالفعل already استخرجتها من المية وطلقتها في البحر، ودي كارثة كبيرة جدا قد يسبب في وفاة المياه. طيب تمام، هل انتم معايا؟ اتفضل حضرتك استكمل. طيب احنا يا جماعة وصلنا لنقطة مهمة جدا اللي هو تلوث المياه، وزي ما قلت لحضراتكم بيكون تلوث المياه بالنسبة لمنطقة نهرية، منطقة أودية، لمنطقة بحرية أو غيرها. طب أنا بشوف جودة المياه من حيث إيه؟ من حيث النقاط التالية. أهم التساؤلات، هل سيؤدي النشاط اللي أنا بصدد إنجازه إلى تلوث النظام الهيدرولوجي عندي، شبكة تصريف الأودية وغيرها؟ إنه ممكن أنا مثلا بعمل على سبيل المثال مدينة سكنية، للأسف الشديد وشفتها في كثير جدا من البلدان العربية، بيجي في مصبات الأودية وينشئ منطقة سكنية كبيرة جدا، فطبيعي الصرف بتاع هذه المدينة السكنية بيكون بصورة سلبية في منطقة الوادي، فبيأثر في النظام الهيدرولوجي والمياه الجوفية عندي. طيب ما هي أضرار هذه الملوثات على كل من المياه السطحية والجوفية كما ونوعا؟ هل سيكون له تأثير على نوعية وكمية المياه في الأحواض المائية؟ هل سيؤدي إلى تدهور نوعية المياه السطحية والجوفية؟ هيكون في خلل في درجة حرارة المياه؟ هل سيترتب على النشاط طرح مواد سامة في المسطحات المائية وغيرها؟ تمام، الصوت واضح يا دكتورة؟ واضح يا دكتور، اتفضل. احنا سامعين يا فندم؟ مش سامعين يا دكتور. طيب اتفضل. تمام، الصوت واضح. بناخد عينات مية مهمة جدا، سواء من مياه الشرب، سواء من المياه الساحلية منطقة بحرية، سواء مياه بحيرية أو غيرها. باخد أهم العينات اللي بالنسبة لي إيه؟ باخد بقيس الإي سي اللي هي المواصلات الكهربائية. رجاء بس يا دكتور محي يقفل الصوت على الجميع عشان الدكتور محمود بس نعرف نسمع، لأن في ناس سايبة المايك مفتوح.
حللها. صوت واضح يا دكتورة؟ تمام، سامعيننا يا جماعة؟ ايوه دكتور كده صوت واضح، كان واقف في لحظة بس كده واضح. طيب تمام، جميل كويس. طيب بجمع عينات المية من مناطق اللي بدرسها، منطقة بحيرة، منطقة بحر، مياه جوفية وغيرها، وبحلل هذه التحاليل المختلفة، وببدأ إن أنا أقارن هذه التحاليل بالمعايير المحلية أو الإقليمية الدولية. على سبيل المثال هنا في المملكة في مجموعة معايير كتيرة جدا، منها مواصفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع اللي وضعتها سنة 2015 اللي هي الـ RCER 2015، وبالإضافة إلى مواصفات منظمة الصحة العالمية اللي هي الـ WHO الخاصة بمياه الشرب على سبيل المثال. لو هذه العينات اللي أنا جمعتها وهذه التحليلات تخطط الحدود المسموح بها، يبقى في مشكله كبيره جدا عندي في جوده الميه، فبالتالي لازم ان انا اوقف هذا النشاط مؤقتا، هذا المصنع، واقول له عدل الوضع بتاعك البيئي عشان اسمح لك ان انت تكمل وتمارس نشاطك البيئي تاني. نقطه ثالثه في الاوساط البيئيه اللي بنهتم بيها اللي هي جوده التربه. المقصود بتلوث التربه هو القيام باي نشاط او ادخال اي مواد بطريقه مباشره او غير مباشره في الأراضي والتربة بأنواعها المختلفة، بيسبب ضرر الخواص الفيزيائية أو الطبيعية، الخواص الكيميائية، الخواص البيولوجية للتربة، وده بيهدد بصورة كبيرة جدا الإنسان وبيعيق الأنشطة الزراعية والعمرانية. طيب جودة التربة، في بعض المشكلات اللي بتكون نتيجة طبيعية زي ما ذكرنا، ممكن مثلا على سبيل المثال التصحر، ممكن زحف الرمال، ممكن التغدق التربة، تملح التربة وغيرها، أو بصورة بشرية تدخل سلبي زي سكب المخلفات السائلة، وده اللي بيظهر في كثير من المناطق الصناعية، أو المناطق الاستصلاح الزراعي بيتم استهلاكها بمبيدات وأسمدة يعني مؤذية جدا، كيماوية مسببة لبعض الأمراض وغيرها. كل ده بيأثر بصورة كبيرة جدا على الإنسان. طيب أنا بدرس التربة إزاي؟ حسب نوع المشروع اللي انا هقوم بيه، فانا بجمع عينات للتربه وليكن مثلا 200 جرام 300 جرام للعينه، وبحدد التاريخ وبجمع علات واللونج بتاعها والتحاليل الرئيسيه اللي مطلوبه، وبحدد التوصيف للمكان، انا اخذت من عينه منطقه سبخه ساحليه ولا تكوينات رمليه ولا وادي جاف ولا غيرها. وبعد كده ببدا ان انا احلل هذه العينات اللي هي عينات جوده التربه. عينات جوده التربه مختلفه شويه. ليه مختلفه شويه؟ لان انا بحدد هنا هو نوع الاستخدام ايه؟ هل هو منطقه تربه طبيعيه ناتشرال اريا ولا منطقه زراعيه ولا منطقه صناعيه؟ كل معيار من هذه المعايير او منطقه من هذه المناطق بيكون لها معايير مختلفه عن الاخر، يعني المنطقه الصناعيه بيكون لها حدود قصوى مسموح بها زي ما احنا شايفين قدامنا المواصفات القياسيه السعوديه للتربه، كانت مواصفات مقترحه وكانوا يفعلوها. اهم العناصر اللي انا بحللها في التربه بحلل الرطوبه النسبيه، وبحلل الرطوبه، وبحلل البي اتش اللي هو وبحلل الزرنيخ، وبحلل الكادميوم والكروم والنحاس والحديد والرصاص والنيكل والزنك والبي سي بي اس والتي بي اتش اللي هي مجموع المواد البتروليه. طيب انا عندي اليونت، وعندي بعد كده اللي هي الحدود المسموح بها، سواء كانت مثلا طبيعيه، منطقه تربه طبيعيه، جمعت عينات التربه من منطقه طبيعيه ناتشرال اريا، فالحدود القصوى مثلا على سبيل المثال للزرنيخ 17، خلاص. طيب لو منطقه زراعيه 17، طب لو منطقه صناعيه 26. يعني لو انا جيت اخذت عين التربه من منطقه صناعيه وكان مثلا 20، يبقى هي لم تتجاوز، لان هي الحدود المسموح بها 26 فلم تتجاوز. انما لو 20 في منطقه ناتشرال اريا او اجريكلتشر اريا، فهي تحدد المقاييس المسموح بها تجاوزها. هنتكلم عن نقطة ثالثة، احنا اتكلمنا عن الأوساط البيئية الرئيسية اللي هي جودة الهواء، جودة المية، جودة التربة، يبقى لازم نتكلم عن البيودايفرستي اللي هو التنوع البيولوجي. التنوع البيولوجي هي تشكيلة الحياة على وجه الأرض ابتداء من الجزيء وانتهاء بالمنظومة البيئية، بتشمل ثلاث مستويات رئيسية: تنوع النظم البيئية الإيكولوجية
يعني عندي تنوع فريد في البيئة، عندي غابات، عندي مناطق صحراوية، عندي مناطق جليدية، عندي مناطق ساحلية، تنوع في البيئة وتنوع في الأنواع. عندي غابة، الغابة دي فيها أسد، فيها ثعلب، فيها طائر، يبقى في تنوع في الأنواع المتاحة اللي موجودة عندي، وتنوع جيني أو وراثي، بمعنى إن الطيور نفسها فيها عشرات الآلاف المختلفة وهي تنسب إلى فصيلة الطيور. فإذا التنوع البيولوجي نعمة كبيرة جدا جدا. أي خلل فيها، أو هعمل مشروع كبير، هعمل مدينة سكنية كبيرة، هعمل مدينة تتسع لملايين من البشر، إذا أنا هزيل الغطاء النباتي وهزيل كميات كبيرة جدا من الفلورا وما يصاحبها من فونا موجودة. فده كارثة كبيرة جدا جدا لازم إن أنا أحافظ عليها، وأحط تصور، أضع تصور إزاي إن أنا أحافظ على هذه الموارد الطبيعية من التنوع البيولوجي وغيرها. النقطة المهمة اللي أنا حابب أشير فيها تاني، النفايات الصلبة. أي مصنع أو منشأة صناعية بيتم تفعيلها أو يتم الموافقة عليها بينتج عنها نفايات صلبة. النفايات الصلبة المقصود بيها جميع المواد اللي بيتم رميها أو التخلص منها ولا تكون ذات فائدة لمنتجاتها، كالنفايات المنزلية والبناء ونفايات الهدم والنفايات التجارية والزراعية والصناعية وغيرها. طبعا دي بتسبب كارثة كبيرة جدا جدا. احنا بنحط مجموعة من التساؤلات، نوع النفايات الصلبة المنتجة التي ستترتب على النشاط اللي عندي. يعني انا لو بعمل كسارة، بعمل محجر، طبعا النفايات اللي موجودة عندي ملهاش علاقة لو بعمل مثلا مصنع مثلا لمواد غذائية، ده حاجة وده حاجة ما لهمش علاقة ببعض، بس في نفايات صلبة هتنتج عن هذه المنشأة وهذه المنشأة برضك. هل في إمكانية يمكن تدوير أو إعادة استعمال جزء من هذه النفايات ولا لا؟ وإيه هي الأضرار اللي بتنتج عن النفايات، تأثيرها على النظام البيئي؟ كلها أسئلة لازم أجاوب عليها في دراسة تقييم الأثر البيئي للجهات المختصة بصورة واضحة جدا. وفي الجهات المسؤولة زي المملكة هنا بيشترط على كل مصنع أو كل منشأة، أنت دلوقتي توريني عقدك مع شركة مختصة في تجميع النفايات الصلبة. هتجمعها عندك، أنت بتعمل مثلا مصنع لتشكيل الحديد، يبقى في مخلفات هتنتج عنها، قول لي هتعمل إيه؟ المخلفات دي اديني عقد، صورة عقد لشركة مختصة بنقل النفايات الصلبة للتخلص منها. النفايات الخطرة دي حاجة تانية مهمة جدا جدا، وهي بتعرف بأنها عبارة عن نفاية أو خليط من عدة نفايات تشكل خطرا كبيرا جدا على صحة الإنسان والكائنات الحية على المدى القريب والمدى البعيد. هي غير قابلة للتحلل وبتستمر في البيئة الطبيعية بصورة كبيرة جدا وتسبب آثارا تراكمية ضارة جدا. دي النفايات الخطرة، لازم أعرف هل سيترتب على النشاط تكون مواد سامة تؤثر على النظام البيئي، هل سيؤدي إلى تكون مواد جديدة ملوثة، وبرضك لازم يكون المصنع متعاقد مع جهة مختصة في تجميع النفايات الخطرة والصلبة وغيرها والتخلص منها. طيب التلوث الإشعاعي، وفي كتير جدا مصادر مشعة في المستشفيات الحكومية على سبيل المثال بتستخدم في التشخيص والعلاج والبحوث، وبتستخدم كذلك في الزراعة والصناعة والمراكز البحثية. برضو التعرض للأشعة كارثة كبيرة جدا جدا. فمن أهم التساؤلات اللي بنسأل فيها، هل سترتب على النشاط ظهور نشاط إشعاعي يفوق الحدود القصوى المسموح بها عالميا للإنسان؟ الإنسان له حدود معينة للتعرض للأشعة. ما أثر هذا النشاط الإشعاعي على المنطقة والمناطق المجاورة؟ هل يكون في كارثة إشعاعية ممكن تدمر المكان وتسبب تلوث بيئي كبير للمكان؟ كان في من ضمن الجزئية دي حاجة مهمة جدا، الآبار الجوفية أو الآبار اللي هي بتاع استخراج البترول، بيعملوا عملية حفر على أعماق كبيرة جدا في صخور قد تكون صخور مشعة، فطبيعي بيصدر عنها تلوث إشعاعي. ممكن أبار المياه الجوفية دي اللي بتبقى على أعماق 1500 متر 1200 متر في صخور قد تكون مشعة، بينتج عنها مياه ملوثة إشعاعية، ودي بتسبب كارثة بيئية جدا لكثير من مستخدمي سكان هذه المنطقة. طيب النقطة الثانية المهمة برضو كلها اللاند يوز، استخدام الأرض اللي عندي هنا، سواء تأثيره على التراث العمراني الموجود أو المنظر الطبيعي، الأماكن والمواقع الأثرية اللي موجودة،
تأثيره على السكان المحليين. أهم التساؤلات اللي بركز عليها في الجزئية دي تساؤلات اقتصادية واجتماعية. هل سيؤدي استخدام الأرض في هذا المكان المشروع ده لما يجي هنا في المكان ده هيؤدي إلى تنوع استعمالات الأراضي؟ أنا هعمل محطة تحلية مياه، أكبر محطة تحلية مياه في منطقة قريبة من البحر في منطقة صحراوية، هتعمل لي تنوع كبير جدا عمراني، هيبقى ده استخدام أرض جديد وفريد، هينشئ لي هنا مدينة جنبها مدينة مليونية. هل هتفيد المكان ولا لا؟ طبعا هتفيد. هل سيؤثر كثافة السكان، التوزيع السكان اللي موجود عندي، هيبقى في خلخلة لتركز السكان في مثلا في مصر 4%؟ بدأنا احنا دلوقتي نعمل طرق جديدة، شبكة من الطرق الجديدة، شرايين للتنمية، بدأنا نعمل مدن جديدة، كل دي أماكن عملت خلخلة للتوزيع السكاني، بدل ما متركزين على 4% 5% من الدلتا وجزء من الصعيد وجزء من الصحاري أو الواحات، بدأنا نتوزع في أماكن جديدة، يبقى في خلخلة في السكان وتوزيع عادل للسكان في المكان. هل سيؤدي هذا المشروع إلى نمو اقتصادي اللي هو مساهمة في الدخل الوطني؟ هل سيؤدي إلى التعديل في الخصائص الاجتماعية للمنطقة؟ وده يعني بصورة كبيرة، مثلا على سبيل المثال الواحات البحرية لما تم إنشاء الفنادق البيئية غيرت من سلوكيات السكان المحليين وغيرت من التركيب الاجتماعي وزادت من دخل كثير جدا من السكان المحليين في الواحات البحرية، لأن بدأ كثير آلاف من السياح يزوروا مكان، بدأ يتم ضخ عملة، بدأ في خدمات، في فرص عمل، فده طبعا أثر في الخصائص الاجتماعية للمكان. النقطة الرابعة في محاضرة النهاردة والمهمة جدا، على أي أساس بصنف المشروعات دي درجة أولى درجة تانية درجة تالتة؟ على أي أساس؟ اللي هو تصنيف المشروعات تبعا لأثرها البيئية. عملية التصنيف بتستند على مبادئ رئيسية، أول حاجة طبيعة وحجم النشاط المراد القيام به ووجود مشاريع مماثلة بالموقع أو بمواقع قريبة، مدى استنزاف المشروع ده للموارد الطبيعية، هل بيستنزف الموارد الطبيعية وخاصة الأراضي الزراعية والثروات المعدنية، موقع المنشأة أو المشروع وطبيعة البيئة المحيطة به، يعني هل هو قريب من المجمعات السكانية القريبة ولا لا، ونوع الطاقة المستخدمة. أهم حاجة نوع الطاقة المستخدمة، لأن هي ده أساس أي إفساد، موضوع الطاقة. يعني الناس اللي بدأت ترجع تستخدم الفحم تاني، إزاي احنا بنستخدم طاقة شمسية وطاقة رياح، العالم بيتقدم دلوقتي واحنا نرجع نستخدم الفحم تاني، فده بيأثر بصورة كبيرة جدا كارثية على جودة الهواء في المنطقة، وده بيسبب تلوث رهيب وبصورة كبيرة جدا. يبقى الأربع أسس ديت على أساسها بصنف المشروعات اللي عندي، إذا كانت فئة أولى أو فئة تانية أو فئة تالتة، أو بيصنفوها فئة ألف ب ج، أو فئة مشاريع ذات القائمة البيضاء أو الرمادية أو السوداء. الفئة الأولى هي مشاريع ذات التأثيرات البيئية المحدودة، وبتشمل مشاريع لا يتوقع منها تأثيرات بيئية سلبية ملموسة، ولا تحتاج إلى إعداد دراسات تقييم أثر بيئي. معنى كده، نركز على النقطة دي، إن مشاريع الفئة الأولى مش محتاجين دراسات تقييم أثر بيئي ولا كل الكلام اللي إحنا قلناه ده. طب إحنا محتاجين إيه؟ هي استمارة بنملاها، بيتم تعبئة استمارة التقييم المبدئي وإعداد تقرير مبسط كده كام صفحة عن المشروع وشكرا جزيلا. بس هو دكتور محمود بس دون مقاطعة لحضرتك باقي 10 دقايق بس عشان نبدأ المناقشة. طيب حاضر حاضر حاضر. من ضمنها مصانع النسيج مثلا والملابس الجاهزة، لأنها التي لا تتضمن معدات للصباغة، ومصانع تجهيز وتعبئة الأغذية والمشروبات المختلفة. الفئة الثانية مشاريع ذات تأثيرات بيئية هامة، وبتشمل مشاريع بيمكن أو يتوقع أن تحدث بعض الآثار البيئية المهمة، وبيتطلب مع أعداد تقييم أثر بيئي محدود متعلق بجزيئات بيئية أو فنية معينة، زي مصانع تجميع السيارات والمركبات، صنع الزجاج، المشاريع الزراعية، ومشاريع المزارع السمكية. الفئة الثالثة اللي هي المشاريع ذات التأثيرات البيئية الخطيرة، ده أخطر مشاريع بتتم، وده بينتج عن إنشائها أو تشغيلها آثار سلبية حادة جدا على الإنسان والبيئة، وبتطلب مع أعداد دراسة تقييم شاملة وكبيرة، زي مصانع الصلب، زي مصانع الأسمنت، زي محطات التحلية، زي الصناعات البتروكيماوية والكيماوية وغيرها. النقطة قبل الأخيرة اللي هي المحاور الرئيسية لدراسة تقييم الأثر البيئي، أنا هجري بسرعة،
دي الاستمارة اللي المفروض أنا بسترشد بيها هعمل إيه في دراسة التقييم الأثر بيه، هعمل تقديم للمشروع وهعمل وصف ليه وهبرز أهدافه والحاجة منه ليه، وهتكلم عن المشروع من حيث المرافق في الموقع والملحقة بالمشروع زي محطة تنقية للمياه، محطة تحلية للمياه، محطة طاقة كهربائية، إسكان. هتكلم عن مراحل إنشاء المشروع، إذا كان مثلا مدينة صناعية بتتم على 3 مراحل، مرحلة أولى، مرحلة تانية، مرحلة تالتة وغيرها. هتكلم عن القوى العاملة اللازمة لتنفيذ المشروع سواء الحد الأدنى أو الأقصى، القوى العاملة المشغلة للمشروع. في فرق ما بين مدينة سكنية أنا عايز أبنيها، فبتكلم عن القوى العاملة اللازمة عشان تنشئ لي المدينة السكنية. طب خلاص المدينة السكنية تمت على أكمل وجه، يبقى هتكلم عن القوى العاملة المشغلة للمشروع ده والبدائل والاختيارات، وهتكلم عن وضع البيئة المحيطة زي جودة الهواء والتربة والمياه السطحية والبيئة البرية والبحرية، استخدامات الأرض في المكان وما حولها وملكية الأرض، هل هي ملك شخص، ملك دولة، ملك مؤسسة، ملك جهة حكومية أو خاصة، هتكلم عنها. هتكلم عن التقويم البيئي ويشمل تحديد التأثيرات العامة المحتملة للمشروع مع إيجاد بدائل. أنا هقول في مشكلة كذا ممكن تواجهنا بعد تشغيل المشروع وهقدر أحلها بتصور كذا. هتكلم عن تحديد التأثيرات الجوهرية من المشروع، إزاي المشروع ده هيغير تنمويا واقتصاديا المنطقة، وأتكلم عن تأثيرات جودة الهواء والبيئة الطبيعية للبحر والساحل، المياه السطحية والجوفية، البيئة الحيوانية والنباتية، استخدامات الأراضي والعمران والمجمعات السكنية والمنظر الجمالي العام وغيرها. هتكلم عن تقويم التأثيرات الجوهرية وهرتبها حسب تأثيرها على المصادر الطبيعية وتقدير نسبة الضرر اللي ممكن يلحق بالمنطقة ومدى إمكانية اتساعه والعمر الافتراضي للمنشآت اللي أنا هنشئها سواء ككهرباء أو طاقة أو مية أو صرف صحي، خدمات وعامة ممكن تستحمل قد إيه، 50 سنة قدام، 100 سنة، 20 سنة، وأعمل يعني مقترح عن تخفيض التأثيرات المتوقعة. أنا عندي فيه فعلا تأثيرات سلبية هتتم كذا، أنا هقدر أعالجها بالصورة كذا وأبدأ أن أنا أفصل فيها، وخلاصة للتأثيرات الهامة بعد إجراء عملية التخفيض، هبقى أنا نجحت أن أنا أدير المشروع بصورة إيجابية. آخر حاجة الخطوات الأساسية لعملية تقييم الأثر البيئي، اللي هي عملية بيستطيع من خلال المنتفعون التأثير والسيطرة على مبادرات التنمية، ودي بتشمل أطراف عديدة سواء القطاع الحكومي والخاص، شركات، جامعات، مؤسسات أبحاث، وبتشمل الوكلاء اللي هي الوكالات الحكومية زي مؤسسات تقييم الأثر البيئي، وبتشمل كذلك المتأثرون بالمشروع سواء القطاع الخاص أو القطاع العام، المجتمعات المحلية، المنظمات الغير حكومية وغيرها. طيب ده تصور المشاركين في تقييم الأثر البيئي سواء كان جهة حكومية، مؤسسة تقييم. الأدوار المحتملة هي وضع مثلا متطلبات لعملية تقييم الأثر البيئي، إدارة ومراقبة العملية بعد حتى إنجاز المشروع والموافقة عليه، بقدر لازم أن أنا أديره ورقبه. من أمثلتها مثلا المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي هنا في المملكة، وأنشئ من كام شهر بعد يعني إلغاء هيئة الأرصاد وحماية البيئة وتقسيمها إلى مجموعة من المراكز الفعالة. المقترح اللي هو بتاع المشروع اللي بيقدم مشروعه سواء كان شخص عادي أو جهة حكومية أو جهة خاصة أو شركة أو غيرها، والمستشار اللي هو بيقوم بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي أو الخبير البيئي أو غيره، ودي بيكون شركات خاصة ودي هي المسؤولة عن الدراسة. الحكومة نفسها اللي هي السلطة التنظيمية بتساهم دورها المحتمل المشاركة في البحث في التأثيرات البيئية وتحديدها ومراجعة تقرير تقييم الأثر البيئي وتحديد المتطلبات القانونية، وده بيكون بعض المراكز البحثية أو وزارة من الوزارات المهتمية بالموضوع ده. النقطة الأخيرة اللي هي المهتمين والمتأثرين بالمشروع سواء من القطاع العام أو الخاص، وده بيكون دورهم مختلف، ممكن تسهيل مشاركة العامة في المشروع، المساعدة في المراقبة، بيتم استشارتهم في موضوع تقرير تقييم الأثر البيئي، ده بالنسبة للمشروعات الكبيرة جداً. ومن أمثلتها مثلا على سبيل المثال اللي هو المنظمات غير الحكومية والجامعات. ده فيديو ممكن نشوفه لو سمحت دكتور محي، فيديو دقيقة واحدة، الشريحة اللي بعد كده معايا يا دكتور؟ مع حضرتك يا دكتور، مع حضرتك يا دكتور، شغل الفيديو لو في إمكانية. بشغله هو بس بيحمل لحظة بس حضرتك، اشتغل. هو بيتكلم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يجسد الأسلوب الحديث في المحافظة على بيئة المملكة، كما يعكس اهتمام القيادة للنهوض بالقطاع
البيئة. طيب عامة خلاص يا دكتور، هنشوف الشريحة اللي بعدها. ليه آخر حاجة في محاضرتنا اللي هو أنا لما أجي أقدم المشروع بقدمه للجهة المختصة، إيه هي الخطوات اللي في النهاية بحصل على الترخيص أو الموافقة؟ في البداية بقدم المشروع للجهة المختصة زي مثلا المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في المملكة، بيتم فحص المشروع، وبعد كده بيتم إجراء بحث مبدئي للبيئة اللي هيقوم فيها المشروع، ونشوف إذا كان نوع المشروع ده يلزم ولا لا يلزم لدراسة إجراء دراسة تقييم أثر بيئي. وإحنا قلنا إن مشروعات الفئة الأولى أو الفئة ألف لا يلزمها إجراء دراسة تقييم أثر بيئي وتقرير مبسط. طب في حالة يلزم دراسة تقييم أثر بيئي، بدرس بشوف النطاق اللي أقدر إن أنا أتناوله، وبعد كده أحلل وقائم الآثار البيئية وأشوف التخفيف الآثار من التأثيرات البيئية المقترح المقدم، هل التخفيف ده واقعي ولا لا؟ وبشوف خطة الإدارة اللي بيقدمها المسؤول عن تقديم مقترح أو مشروعه. الشريحة اللي بعدها اللي هو خطة الإدارة، وبعد كده إعداد تقرير عن دراسة تقييم الأثر البيئي. أنا خلاص الدراسة قدمت، فأنا بعد تقرير بقيم الدراسة ديت، هل فيها إيجابيات خلاص تمام، هل فيها بعض النقط عايز بعض أستفسر عن المسؤول اللي مقدم الدراسة أو مقدم المستشار اللي مقدم الطلب أو غيرها، عايز والله جاوب لي في مشكلة خاصة بالنفايات، السلامة الكيميائية، أنت ما قلتليش هتعمل إيه بخصوص تخلص من الكيماويات اللي عندي بخصوص السلامة والصحة المهنية وغيرها. فبيتم إعداد دراسة تقرير عن دراسة تقييم الأثر البيئي، وبيتم مراجعته، وقد يشارك بعض الجماهير فيه، زي مثلا أنا هعمل مجمع البتروكيماويات في منطقة قريبة من المنطقة السكنية، فبعمل مشاركة جماهيرية، هل لكم رغبة في إنشاء هذا المجمع ولا لا؟ هل هيسبب آثار بيئية أنتم هتعانوا منها؟ هل هو فرصة طيبة لإلحاق كثير من السكان المحليين للموقع في هذا المشروع الكبير؟ فبعض المشاركة الجماهيرية قد يتم الاستعانة بها في المرحلة ديت، وبعد كده اتخاذ القرار، إما موافقة خلاص تم شكرا المشروع توافق عليه والموافقة لمدة سنتين، وإحنا هنتابعك وهنرصد هل أنت التزمت بالإجراءات واللي أنت كتبت إقرار إن أنت ملتزم بتنفيذها، سواء في مرحلة تنفيذ المشروع أو في مرحلة تشغيل المشروع. خلاص انت بتجهز المشروع، خلاص المشروع جهز وبدأت تشغله، هشوف بعد كده انت التزمت ولا لا، او والله في مشكلات كتيره لو سمحت انا مش موافق على هذا التقرير، عيد لي بعض الجزئيات وضحها لي تاني، وضح لي تحليل بعض العينات ليه هنا بالصوره ديت، حلل لي تاني، اعمل لي اجراءات تانيه، ويتم اعاده تقديم الطلب مره اخرى. وبيتم بصوره عامه مثلا المشاريع البسيطه في خلال اسبوعين فئه اولى، المشاريع الفئه الثانية بيتم خلال 30 يوم، والمشاريع اللي هي الفئة الثالثة اللي هي المهمة جدا في خلال 60 يوم بيتم الرد. وبكده يبقى إن شاء الله أنجزنا محاضرة النهاردة. أنا عايز أوضح نقطة مهمة جدا، إن المحاضرة دي قد تستغرق 10 ساعات دورة تدريبية متكاملة. أنا في حاجات كتيرة جدا أنا تغضيت عنها أو جريت بسرعة فيها، فسامحونا. أنا حاولت إن أنا يعني أحط تصور عام لدراسات تقييم الأثر البيئي، وإحنا كجغرافيين لنا إسهامات كبيرة جداً، ولازم يكون لنا إسهامات كبيرة جداً مع استخداماتنا للجي اي اس والريموت سينسينج أو الجيوماتكس بصورة عامة، نقدر إحنا ندعم صانع القرار في هذا الموضوع. وأنا بشكركم جداً لحسن الاستماع، وشكراً جزيلاً لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لحضرتك يا دكتور محمود، ومتشكرين لساعة وقتك، بس احنا عندنا بعض المداخلات الصوتية، بس بننوه للمشاركين ان العرض ان شاء الله بعد المحاضرة موجود على الصفحة، وان شاء الله مسجلين الفيديو هنحطه. في مداخلة بس للمهندس محمد نجم الدين من وزارة البيئة العراقية، هو عضو مجلس إدارة المنتدى، فاتفضل يا باشمهندس. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، اتفضل حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مهندس محمد، ازي حضرتك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. احنا سامعين حضرتك يا باشمهندس، اتفضل. اه واضح، اتفضل حضرتك اسأل. صوت واضح؟ واضح يا فندم، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا باشمهندس. يبدو ان الباشمهندس عنده مشكله، هو مش سامع الصوت تقريبا، احنا سامعينه بس هو مش سامعنا. ممكن لو حد تاني يا دكتوره يخش. طب ممكن اقول لحضرتك يا دكتور محمود السؤال ويعمل ما الباشمهندس محمد يعني. اتفضل. هو كان بيسال ليه ضمن فحوصات التربه فحص. السلام عليكم دكتوره. طب اتفضل. السلام عليكم. سمعتنا؟ وعليكم السلام. اتفضل. نعم نعم نعم. شكرا دكتور على المحاضره، بارك الله. كان رئيس مهندسين محمد احمد نجيب من وزاره البيئه من العراق. بعض الاستفسارات جنابك ذكرت ضمن فحوصات التربه فحص التي بي اتش توتال بتروليوم هيدروكربونز. ضمن الشروط مذكور فحص الهيدروكربونز من السي تي ان تو سي 40. فما هو السبب يعني التركيز على السي تي ان الى سي 40؟ ليش ما نركز على المواد السريعه التطاير؟ يعني الهيدروكربون الخفيف اللايت هيدروكربون. ثاني سؤال جنابك، بعض المشاريع الضخمة مثلا إنشاء مصافي النفط تحتاج سنوات طويلة للبناء والإنشاء قبل التشغيل، بحدود 4 سنوات أو 5 بعض المشاريع الضخمة، فأكيد راح يكون هناك جزء من الـ EIA لازم يكون الفترة الإنشاء أيضا. أيضا عندنا فقرة مهمة تريد رأي جنابك بها، اللي هي النقطة الثالثة، أنه فيما يحدث يعني نواجهه بالعمل، أنه صاحب المشروع يقدم ضمن التقرير إنشاء تريتمنت بلانت للويست ووتر، مجرد يعني كلام أدبي وشرح بدون تفاصيل هندسية. لما ينشئ المشروع ويباشر العمل بعد 2 أو 3 سنوات، لما يصير عليه عملية مونيتورينج، يكون الإنشاء للتريتمنت بلانت ما يتناسب ويا كمية التصريف بسبب الكلفة. يعني ينشئ في تريتمنت بلانت صغيرة جدا وما متناسبة مع التصريف، لأنه أساسا بالتقرير هو ما مقدم تفاصيل وافية وتفاصيل هندسية بحيث يلتزم بها، فيصير يعني مشاكل ما بعد التشغيل. وشكرا جزيلا. شكرا شكرا مهندس محمد على مداخلتك القيمه الثريه واسئلتك الجميله جدا. يعني انا شاكر النقاط اللي انت تناولتها واتكلمت عنها. حابب بس اجاوب في عجاله كده ان المقاييس والمعايير بتختلف من دوله الى اخرى. يعني ممكن مثلا في المملكه او في مصر او مقاييس هولنديه او كنديه او غيرها خاصه بالتربه بيكون قاصرة على وضع التربة في الدولة دي. يعني زي ما اتكلمت مع حضراتكم ان المقاييس دي بتختلف مثلا حسب استخدام تجميع التربة، سواء من منطقة ناتشورال سويل، من منطقة مثلا صناعية، من منطقة سكنية وغيرها. فالمقاييس دي بتختلف حسب نوعية التربة اصلا في الدولة وحسب المعايير والمقاييس اللي الدولة اصلا هي اللي حطاها وهي اللي وضعها. فممكن النقطة اللي حضرتك اشرت ليها بعض الدول بعين الاعتبار أضافتها، إنما هنا في المملكة المملكة حتى كمان بتعتمد على المقاييس الكندية. بعد ما راجعنا يعني ملف التربة الخاص بها اعتمدت على المقاييس الكندية، ومصر كذلك اعتمدت على المقاييس الكندية. يعني بالنسبة للمشاريع اللي حضرتك سألتني، المشاريع بتاخد وقت كبير جدا، أنا مع حضرتك في النقطة دي. وفي اشتراطات زي ما حضرتك تفضلت قلت إن في بعض المدن بتاخد لها سنوات. هي برضه دراسة تقييم الأثر البيئي زي ما اتفقنا بتدرس في الأول خالص الوضع الراهن لمنطقة المشروع اللي هتبني فيه المدينة السكنية، وبتشوف إيه الوضع الوقتي، الرصد البيئي سواء لتربة مية أو غيرها وهواء، وبتعمل الوضع أثناء مرحلة التنفيذ. يعني أنت بتنفذ المشروع تمام، بعد ما بتنفذ المشروع بتعمل دراسة تانية، خلاص انت شغلت اوريدي بتعمل دراسة تانية. ففي الفترة اللي حضرتك بتكلم عليها فترة كبيرة جدا، مرحلة اعداد المشروع، طبيعي يكون المسؤول عن ملف المشروع مجاوب عن كل الأسئلة البيئية اللي موجودة. حتى لو أخذ 10 سنين في الإنشاء مفيش مشكلة. أنا في بعض المشاريع في مصر بتتنفذ وتتشغل ويقول والله لسه تحت التشغيل، لسه تحت الإنشاء، عشان ما يدفعش ضرائب وعشان حاجات. في تحايل دكتور محمود، بس احنا عشان هيفصل تاني للمره الثانيه بعد 40 دقيقه، فاضل 2 دقيقتين. طب اتفضل. اتفضل يا فندم. فاحنا انا بس بعتذر ان هو 2 دقيقتين وخلاص الوقت هينتهي، فاحنا بنعتذر لحضراتكم.
وإن شاء الله بننوه إن العرض دلوقتي على الصفحة، وشكرا لحضرتك جدا، فإحنا آسفين شكرا. للمقاطعة. لا لا لا، انا بشكركم وسعيد جدا المتواجد مع حضراتكم، وان شاء الله يكون في تعاون علمي ومحاضرات مثمرة مستقبلية بإذن الله. شكرا جزيلا دكتور أمان، شكرا دكتور محي، شكرا للجميع وجميع الحضور، وسعيد جدا ان شاء الله بالتواصل مع حضراتكم مستقبلا بإذن الله. أنا ألف شكر شكرا لحضرتك يا لحضوركم دكتور. جميعا، وبياناتكم يا ريت في رسالة على الصفحة، والشهادات هتوصل لكم على الإيميل، والمحاضرة اللي أنا نشرتها على الصفحة، والفيديو إن شاء الله هنمنتجه وهيكون برضو متواجد على الصفحة. شكرا لحضراتكم شكرا وشكرا دكتور للدكتور محي. أيمن، شكرا السلام عليكم. شكرا. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا.